به مرحبا بولاية جيب ساعة تفكون على ولاية جيب معنا ليلة سي رشيد 53 سنة نتيجة اسم مش متداول برشا نتيجة عمرك 42 سنة من جيبس شكون فيكم يحب يبدأ يحكي؟ يعني رشيد أول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني أول ما بديت قصة حبي مع نتيجة مع نتيجة أنا 86 عام 86 عام 86 إي حكم عام 86 هي عمرها ممكن 15 سنة وأنا 14 بين 14 بال 15 إي وأنا عمري 25 سنة تعرفت عليها أختي كانت تقرأ معاها أصحابي وياها بحكم انا من اللي شاهدها من اللي شفتها معناها عجبت بها معنا صرت كل يوم تخرج من المكتب لازم باش نشوفها معناتها الحكايه هذه اللي تحكي فيها عندها 28 سنه 28 سنه وداخله في 30 سنه كانت معناتها 86 واضح لما تخرج من المدرسه بحكم ما نقربش لها لكن بالعين نتبع فيها وعندي موتور وبس كده ونجي اختي مروحه بحكم الوالده متوفيه نروح بها ونتعدوا كانت الطريقة ديما كل يوم وكاك براسك معنا قعدنا جي خمسة ستة شهور اللي هي قلقت مني هاي اللي هي نفسها قلقت أول مرة يعني ما تقبلتهاش يعني بالعمر هذاك ما تقبلتش خفت وما فهمتوش مش كنت حتى لما قلت لها يا أخي هذا كل شوي ونجي خارج من المكتب نلقاها أو في وجهي ورغم ما نكلمهاش من بعيد لبعيد أصلا فهمت هيك هو كلم ركاك وبعدين زد شوي ثاني تدخوي خذي قطعة أرض جنبهم كنت أنا تقربت أكثر صرت بالصباح وبالعشية عندي يعني صرت لازم نشوفها الصباح ونشوفها العشية يعني قعدنا جي عام بالطريقة هذه تسعة شهور أو عام حاجة زي هيك بعدين أنا أخذت قرار باش نخرج للسعودية أنا باش نمشي عمرة نكون مستقبلي كباقي الشباب بحكم أنت ما زلت صغيرة وقر على روحك واصلي يعني وأنا نمشي نكون مستقبلي قعدت 10 سنين في السعودية؟ قعدت 10 سنين أول مشيت الأولى 10 سنين يعني اول ما خرجت قعدت ممكن نرسل فيها بالرسائل معايا الجوابات وكل شيء يعني موجودين معايا هذوما الجوابات؟ الجوابات هي نتاع 87 نتاع خديج 87 اول ما بدينا يعني بالرسائل يعني بالرسائل نتاعها اول ما بديت يعني من العام الاول وانا نرسل فيها بالجوابات بعدين صرت حتى نبعث لها كاسات ترى بربي اختار لي مقطع به كل واحده منكم تختار لي مقطع من او نعطيك كل شعر ترى اختار لي كل واحد يختار لي مقطع من الرسائل شتها هو طلع مراهق هو مراهق فهمتني؟ بعد كده صرت نبعث لها حتى كاسيتات اي ما كفانيش يعني تبعث لها كاسيتات معناتها تسجل فيهم تسجل فيهم بالمسجل ونبعثهم لها قبل ما فماش الفيسبوك والانترنت في انا تليفونات ما فماش بالسعوديه التليفونات بقلة زادة يعني نمشي للتليفونات السعودية في حاصرة المتقدمة هذه تبدلت الدنيا تو معناتها حتى فيكس ما كانش عندهم فيكس ماش يعني نمشي تصور البوسطه نقول لهم البوسطه هذيك نقعد ساعه واقف باش نخش باش نقدر نشد الصف شهرين شهرين ونص نشد الصف باش نقدر نكلمها في التليفون في نفس الوقت ما نشدش معايا الشبكه بالكل نحاول لغايه ما نقول يخرج يا اخي انت ساعه قاعد في الكابينه ما نسجل كاسات في الدار معناتها نرجع نسجل كاسات والكاسات ما توصلش بسرعه زاد يعني بعد شهر 15 يوم الرسائل هذول مثلا نبعثها زي نكتب اليوم يوصلها ممكن بعد شهرين اللي يلقى مقطع به يقول لي غادي قعدت طريقتي وكاك بعد عام ونص بعث لها الخطبه فاتحه مع السعوديه الفاتحه هو في عندي السعوديه اختي كبيره قلت لها تو معناها الفاتحه هو مش موجود معناتها خطبتها وانت في السعوديه معناتها في السعوديه بعث داركم معناتها قلت كده عملوا خطبه نتاع نسيه معناتها كلمت اختي قلت راني ماشي في السعوديه جابوا لي والبنيه هذيك جابوا لك الخاتم هذه الخاتم نتاع عندها 28 عام 28 عام كلمت اختي في التليفون قلت لها برا وزوا لها فليجه وانا بعطيكم لكم الخاطر برا يعني خليها تسمع علي يعني نقول واحنا في القابس هكا هو هزوا لها الفليجه وخطبوها يعني ملي خطبوها قعدت يعني عام ونص ثمانية سنين استنى يعني بعثت على الخطبه وخذيت انا قعدت 10 سنين في السعوديه من غير مريت كل مره من غير مريتها ما تبعث كان في الجوابات كان في الجوابات اعطيونا مقطع ايش عندك غادي؟ ايش عندك غادي؟ إلى أحلى عروسة وإلى ست البنات
إلى أحلى عروسة وإلى ست البنات. وإلى ست البنات، إيش عندك أنت؟ كتبت هذه الرسالة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وإلى جانبي المسجل وأم كلثوم تغني سهران لوحدي. مقطع. مقطع من أغنية أشوف خيالك في عيني أسير هواك. واضح لا حب كبير هذا ما عن بعد عن بعد ماشي نتاعهم هو معناته هو حق متربي ومتربي وعاقل. السعودية نهار نخدم نهار لا فهمت ونبعث لها بجواب نطمن فيها اصبر يعني ما تخافيش مع الناس غاديك مخلقينها يعني عندنا غاديك الراجل طول 8 سنين 6 سنين 7 سنين بعد الفاتحه بقيت نستنى 8 سنين استنيت 8 سنين بعد الخطبه 8 سنين تستنى حتى بعد ما لبسوني وفي السعوديه لبسوني السوليه ما جاتكش فتره تقلقت فيها شويه قداش بتشد يدك بالجبيت معناتها اوجك الحديث بعد كده كان لا والله ما تقلقتش صبرت بالنسبه لي لا عادي والله صبرت خاطر عاطي فيه الثقه ونعرف لا مش حكايه ثقه لا لا ما فهمتني بالغلط معناتها قلت نقول ما صبروا بحذايا مثلا كتصير حاجه معناتها طول شويه ولا انا غلط اي طول 8 سنين معناتها نقولوا من اللي عمري 15 حتى كاكا من اللي عمري 14 حتى بالله من اللي مشيت للسعوديه قداش قعدت مرتك تكشكل في كل اجمالا معناتها من اللي مشيت للسعوديه ما رتنيش براسك 20 20 سنه 20 سنه ما رتكش ما رتنيش من اللي خرجت انا ما فهمتش انا بعد 10 سنين صارت الخطبه اي ولا الفازيك فليجة والخاتم وكذا ايوه هذه بعد 10 سنين بعد 10 سنين هذه مساله الرسائل انت خويا حبيتك طويل شويه ما تنجمو نقولوا به بعد بعد 10 سنين عملت الخطبه وال10 سنين الاخرين كل شيء 10 سنين في الاول عملت الخطبه عملتها في الاول اول ما مشيت هم قبل ما تمشي ساره ما نمشي لا يعني انا خرجت وبعث معناتها نقول واحنا العام الاول اللي مشيت العام الاول اللي مشيت فيه معناتها العام الاول اللي مشيت فيه للسعوديه عملت فيه الخطبه ايوه عملت الخاتم والواحد قعدت 10 سنين بلا حتى شيء شنو اللي صار بعد 10 سنين بعد 10 سنين عندها باباها الله يذكره بالخير متوفى الله يرحمه ايه وعندها ولد عمتها قريب لها باباها قعد معناها متقلق قال تو هذا عنده 8 سنين ويقعد فينا كل عام يجي وكل عام يجي ومش قاعد يجي والناس معناها ما عادش قادر يتحملوا ايه ولهذا قال لها مادام مستحيين نحبك نحب نهنى عليك بنتي ونشوفك مع عرسه قدام قلت لها ما نجي مش قال لها ما فماش هذا ولد عمتك لازم تاخذيه معناتها ابوها قبل ما يتوفى طلبوا انها تكتب صديق تكتب صداقة مع ولد عمتها انت قبلت باش تكتب صديق قبلت اما مش مقتنعه مش قبلت صحيح اما مش مقتنعه ايه؟ شو يقول لك مثلا طفل عمرها 14 عام خاطبت اي مثلا قرو فاتحه وهذا مشي مثلا على اساس مثلا عام ولا عام ونص ضرب 10 ضرب 10 سنين الاولين بقيت نستنى 8 بالصيف معناتها نستنى فيهم ثمانية بالصيف وما فما حد شيء دونك الحكاية فيها حد شيء هكا هو معناتها كل حاجة نتاع زي باش نهرب من مشكلة معناتها عملوها لي لونتوراج اللي عايشة كثرة الكلامات عليك حبيت تبعد نبعد من حاجات من الكلام الخايب والمؤذي كتبت صداق على ولد عم على ولد عمتك واضح من بعد شو اللي صار؟ هكا هو كتبت معناتها بغير اقتناع بغير اقتناع باقتناع ولا من غير اقتناع كتبت صداق كتبت صداق هو بكل صراحه كان متفهم 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 الوضعيه الناس الكل متفهم اي باش تكون في علمك الوقت جا هو ما قال خاطر في بال بالحكايه معناتها هو كتب عليك صداق ما تقوليش كتب عليك صداق وفي باله اللي انت تحب رشيد هو لا مش هو بالذات ممكن أهل اخوته وامه حكيت في بالهم اللي انت تحب رشيد كانت مخطوبه لرشيد معناتها عمتي قريبه لنا تمشي بحذانا نمشوا لها الكل وهو حق حتى هو في حاجات ماهوش خايبه الحق خذاني معناتها على اقتناع هو اختارني اي يعني مش باهي ما هو باهي معناتها ما خاصه حتى شيء اما ما مخي ما ارتحتلوش ما ارتحتلاش والله انا بقيت الحكايه اللي نعرفها متشوق باش نعرف وين رصات والله الا كملت قريت الفيش متشوق نحب نعرف هاي الحكايه وين رصات على كتبت الصداق بقيت ستة شهور خمسة شهور اي سمعت ديما معناتها نستفسر في اخبار تاخذ فما ما يتقصت وهو انت بيك ما عادش تبعث في الجوابات خاطر سمعت ما سمع بيا عاد عرست ما سمعت انا جاي عرست ضربه واحده قصيت الجوابات وقصيت الجوابات يعني ما عادش ما عاد حد لما سمعت قال ولد عمتها خطبها وقفت فهمتك بلاش مشيت تخدم في السعوديه والله
كيف ايها الناس نخدم معنا قعدت نخدم في الجبس وقت اللي بالفعل تعرف انسان بلاش اوراق معناتها هذا الكل ما دبلش وفي غيري ضرب 20 سنه على حكايه الاوراق انا شفت اوراق انا قعدت بيت خاطر قلت انا الكل ما لميتش حق فلوس تذكره الطياره معناتها المشكله مش في التذكره بحكم انا كي مشيت عمره بلاش اوراق يعني نهار تخدم ونهار لا ساعات تكون تخدم في بلاصه ويكون فيها تفتيش نقول لك تخدم من غير اوراق من غير اوراق يسار واضح تو فهمت باهي باهي معناتها خايف لا تخرج معناتها تجي تخرج تشد نهايه مثلا في الاسبوع نخدم فيه ثلاث اربع يوم يعني ديما وانا نقول اصبر يعني احتمال تو نحصل اوراق ونريق الاوراق ونحصل مستقبل لنا تو واضح شايف كيف يا ولادي وين رصات الحكايه قاعد المفيد وصلنا ل 10 سنين شايف كيف تو ما زلت في العشر سنين زاد عامين بعد ما بطلت وسمع بيا مثلا عرست شديت انا نفس الوقت زاد عامين خلونا ثلاثه وروحت 10 سنين بعد 10 سنين روحت هذه المروحه شدوني روحت بعد ايش معناتها 10 و10 ولا 10 لا 10 الاولين كل 10 سنين بعد 10 سنين روحت باهي سيدي قعدت سبع شهور في تونس ما نجمش حدا نقبلها بحكم سمعت ما مشيت ليش جمله مستحيل لا اول شيء من اول شيء من ناحيه انا سهل عليا والكل وحتى من بعيد ومن ناحيه انا روحت ليش اما معناتها في العشر سنين هذوما ما زالت هي في مخك هي ما زالت في مخك تدور في مخك وهو ما زال في مخك يدور بالحق هو ما زال يدور قسما بالله والله نفس الوقت معناتها تخموا في بعضكم في العشر سنين حتى مثلا نقول يا ربي لكان هو الانسان هذا ماهوش كاتب لي نقول يا ربي كان هو الانسان هذا مش كاتب لي ان شاء الله يا ربي ناخذ انسان كيف هو بالضبط كيف هو صار مش بناخذ حد معناها ليه ليه بلا دعاء يا ربي كان هذا مش كاتب لي ان شاء الله ناخذ حد كيف هو بالضبط لا انا نتخيل باش تقول ان شاء الله ما ناخذش بالضبط لا لا بصراحه لا خاطر معناتها واحد كيف وكل اي بالضبط في كل شيء في كل شيء والله دعاء سبيسيال شويه ما بيسالش به والله لا بعد العشر سنين روحت قعدت سبع شهور في تونس في تونس في تونس ولا في جيبس في جيبس في جيبس في روحت روحت بحكم خليت فلوسي غادي وخليت برشا رجعت نفس الوقت عمره جدد باسبوره في جدد باسبوري ورجعت فهمتك وسامحني توا هي ما مشيت لهاش حتى باش تستفسر حاجه ما نجمتش ليش لان خلاص يعني جاتني كل در قول انت مراك بس داخها در معناها استنيت انا وتنجم تقول انا قصرت في حقها وعدتها وقعدت تستنى فيها 8 سنين وزيد معناتها ما قدرتش انا باش نلف لها بالله سامحني كيف جاي كيف طلبها انت في بالك به اللي هو جاي المره الاولى لا اله الا الله بعد 10 سنين كيف جاي المره الاولى انت في بالك به اللي هو يدور في البلاد خالص لا ما سمعتش لا ديما صحابه يقولوا لي راهو معناتها خاطر كيف نجم تصبر معناتها اللي هو يدور وانت روش معناتها والله يا ظروف سيد الرئيس شايف باش نعمل وقت انا رجعت مره اخرى شريت رجعت هذه شريت فيها اوراق من بعد كيف رجعت وليت رجعه قانونيه جيت 93 عملت لي كتبت صداق 93 رجعت رجع 94 ضربت 10 سنين اخرين في السعوديه ضربت 10 سنين اخرين 20 عام صار 20 سنه ولا 20 سنه بالفعل وهي قاعده مسكينه متعلقه شايف كيف؟ وانا كمان قاعد متعلق شو معلقه وسيدي اللي كتب عليك صديق؟ لا مشي طلق مشي على ما هو كيف وقت اللي جي رشيد العشر سنين الاولين سمعت ما قلت لك صحابه ديما انا ديما نستفسر وصحابه يحكوا لي وساعات نتقابل انا وياهم قالوا لي يظهر لي رشيد راهو باش يروح هاك اني خلقت مشكله خلقت مشكلة مع خلقت مشكلة دونك فزت طلقت من غير ما تعرس معناتها من غير ما تعرس عبارة معناتها بالتراضي عبارة معناتها خطبة عادية وبر اسمع انتم بالكم واسع ياسر يظل ترى هدلنا شوية خاطر حكيتكم يظل يقعدوا بالعشر سنين بالعشر سنين ما زلنا 10 سنين وبالكم واسع نقعدوا للصباح انا بصور هكا ايوه والله والله يا سيدي كملنا ال 20 سنين الاولانيين كملنا اي ومن بعد كيف بعدين تو ندخلوا في الرسمي تو ندخلوا في الرسمي تو الرسمي بعد 20 سنة عاودت رجعت لتونس ايوه وجدت اختها وحكيت لي قلت لها باهي خلي حاجة ما بيناتنا انا انت وهو انت اهلي ماذا بيا خاطر يزي 8 سنين الاولين صارت لي برشا اتعب ومشاكل يزي ما استنيت معناتها لا مش سامي مش مسكتك لا ما انا مش هاربه انا عادي راهو عادي نستنى حتى 50 عام اش يعجبك فيا لا مش مشكل بس المفيد مش مشكل بالنسبه لي اما شنو هو ما نحبش حد يقلقني معناتها اللي قلقني معناتها دارنا كيبدو يحكوا ليل ونهار ومشاكل ليل ونهار مثلا الجيران المجتمع اللي عايشين فيه هذوك هم معناتها اللي قلقوني بقي علاش خاطر انا مقتنعه بيه وعارفات نعرف خاطر معناتها انت مقتنعه بيه بعد هذا ايه مقتنعه نعرفه معناتها عند كلمته والله يعطيكم الصحه صحيح الحمد لله يا ربي طلع عند كلمته
معناتها من بعد 20 سنه شنو اللي صار من الاخر توا جات مره اخرى معناتها كالعاده شدوه بلاش اوراق شدوه بلاش اوراق واحد كالعاده خرجت مطرد من غادي اكسبلسي مرتين مرة الأولى انت مرتين صار اكسبلسي خرجت من غادي 10 سنين الأولين وعاود 10 سنين نرجع كالعادة نقول لك عنده طموح كبير وما عنده طموح كبير رجعت إلى الأخرانية خلاص معناها أخذت قرار بديك وأنا ما عادش معناتها يزي من الغربة ما عادش فيها هذه قاعد تستنى وأنا معناها ما عادش كفيني من الغربة هكا وقتي بحكم لا سامي زاد رجعنا راه مش رجعنا في الصيف راه اربع سنين اخرين استنيت واربع سنين اخرين لواش؟ ايوه اربع سنين يعني هذوما 24 سنه ايه 24 سنه وبلاش علاقات 24 سنه وزيد يوم 4 سنين عطونا نفسروها عطونا نفسروها قلنا وبلاش حتى علاقه بالجوابات هكا هو بالجوابات لا بالبورتابل 4 سنين بعد 20 سنه ولا في التليفونات لا بالتليفونات مش بالانترنت وقت نستنى معناتها عباره تولد من جديد ومشي كاو سامحني علاش طولت 4 سنين اخرين والله حبيت زي ما قلت لك يعني الشيء اللي طالبه انا ما حققتهاش فهمت عندي فلوس هذيك ضاعت لي معناتها روحت معناتها بعد ال 20 سنه اللي عديتهم في الغربه روحت بيد فارغه والاخرى ما فيها شيء امكانياتك ما تسمحلكش باش تعرف باش نعرس فهمت هذه هي الحكايه كلها على خاطر معناتها علاش هو 28 سنه خاطر قعدت 28 بالطريقه هذه باهي وفي الاخر عرست ولا لا في الاخر الحمد لله وقت ايش عرست؟ عندنا تو عرست 2016 عرستوا 2016 تو عرستوا عرسوا في الاخر ايه مبروك خويا عرست سنة في الصيف معناها سنة في الصيف وبعدين انا وقت اللي عرست بكل صراحة يعني حبيت يعني نكرمها هي عرست سنة في الصيف في الصيف وعرسي انا معناها تنجم تقول وقت اللي روحت لقيتها هي امها مسكينة في حالة غيرت لها امراة مسكينة من وقت اللي هبطت انا وصارت لها جلطة من الفرحة متصدمت من كثرة الفرحة تصدمت من الفرحة تصدمت أمها شلت صوصية جيتها جلطة تحكي بجد والله العظيم ما شافوها جماعة معناتها متأكد منك أنت جلطة جيتها متأكد مني من كثرة الفرحة ما كانش توقع ما كانش توقع أما أنت رشيد خويا جرتك راهي شوية هلا غالة بعد أي والله معناتها جرتك شوية فرحة ومعها جلطة فرحة ومعها جلطة وأنا خذيت عهد على نفسي كما يقولوا فيها المرأة هذه معناها بعيوني بنحطها كيف؟ يعني واخذ كرمها هي وامها سامي حتى جبتها هي معناها معايا للدار وجبت امها معاها اي امي مسكينه مليت الدخله يعني ما تقول لي صارت كيف لا 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 الحمد لله لا لكن حبيت يعني نقول لك يعني ليلة الدخله مشيت الامور حياة توصل قمة غالب ربي معاها وكاش باش نعمل والعرس باهي العرس الحمد لله تعدى عدى العرس لا لا نحكي العرس توا معناتها العرس باهي معناتها حاليا لا باس زين العرس باهي امورنا باهيه وجاي ومحلاها الحب محلاها الحب وقصه حب استثنائيه من ناحيه 24 سنه باش عرستوا 28 سنه وهي تستنى فيا واخيرا الحمد لله يا رب يعني تم به اسمعني تو انا نقول لكم مبروك الله يبارك فيك والف مبروك وربي هني وكذا اما استنى ترى خلينا نشوفوا العرس ومن بعد نرجع نحكيو مع المختصين Yeah.
والله به مدام فتحي رايك في الموضوع؟ بصراحه نحب نقول لهم برافو، خاطر معناها بالحق اذا كان فما معناها حاجه نادره توا في 2017 هي العلاقه اللي تحكيوا عليها. المجتمع اللي انتم تعيشوا فيه وجابس مجتمع معناها بيئه اجتماعيه منغلقه. ايوه. وبيئه اجتماعيه اللي ما تسمحش بيسر حاجات. صحيح. وهي وقت اللي بقات تستنى فيك من الاول، بالنسبه لهم هما تستنى سافادير فما حرف معناها فما عدم نقطه استفهام. نقطه استفهام. وهذاك اللي خلاها اي وهذاك اللي خلاها هي تمشي معناها تقبل بولد عمتها. ايوه. وبقى هك لو سنتيمون ما بيناتكم، وبعدين بشويه بشويه تخدمت واحد وانت من جهه اخرى بدات تعرف ظروفك، لكن فما ان ليان ربطكم، ان ليان تخيز امبورتون اللي هما الرسائل تحكيو عليهم. رسائلنا قليل. هذيك ما تويك فما ديزيتود اللي قبيل كان نحكي على كيفاش نجدوا العلاقات داخل الاسره وما بين الكوبل، اللي هي ديزيتود وفما معناها ثيرابوت اللي ينصحوا الكوبل وقت اللي يقلقوا شويه من بعضهم، كل واحد يمشي لبقعه. يبعثوا لبعضهم جوابات هكا فيها لي سونتيمون وكل شيء باش لي سونتيمون تتحرك. هذاك اللين اللي بقى رابطكم. خاطر كي يقولوا قبليك الحب معناها راهو بيدو تابو، مش نفادلكم، انت قبليك بالك شيء، كلمة بالك شيء قلتها، بالك شيء هي ما ندرى شنو، هكا بالك شيء يبدو يشكوا، معناها حتى باش نحسوا انه عندي ميل عاطفي تجاه ممنوع. مش كما هوني في تونس راهو مفتوح وما يسالش نجم نقول، دي كلمة نحبك سي با فاسيل ان يقولوها. سي با فاسيل، ما عناش في تنشئتنا الاجتماعية كي نعمل كومباريزون صغيرة ما بين تونس وما بين مثلا الشرق تلقاها عيوني وحبي وما نعرفش شنو، ما عناش احنا حتى كي يجي يقول نحبك يقول يا سخطة قداش نحبك ولا يا قنبلة، فما بوكو دو فيولونس وإليا ديزيتود، خلي عاد البيئة اللي هي ما تسمحش واللي كل شيء غفولي. تو عندي أربع شهور ونص معرسة، وقت اللي نرقد في الليل نفيق الصباح معناتها ان ما تلقاهاش لو مش مصدقه مش عندك الحق، ممكن معك مده 20 يوم باللي استوعبت عندك الحق. اي معناتها واحد عنده 28 سنه يستنى، معناتها وقت اللي نفيق نحل عينيا معناتها نشوف منه نقول يا اخي ايش البيت هذه يا اخي بتاع دارنا، هذه دارنا دار امي. حاجه واحده يمكن راهو ال 28 سنه هذوما، ممكن انا غلط صلحوني، ما كانش معناتها فما جانب منه اختياري، نقولوا احنا ما نعرفش قداش النسبه، معناتها فما جانب منه اختياري وجانب حب وجانب محلاه وكذا وكذا، وفما كان جانب مفروض شويه، معناتها ممكن هون اخاك لا بطل ولا انا غلط، اما المفيد يا نتيجه في الاخر خرجنا بنتيجه ايجابيه هكا ولا لا؟ في الاخر وفات معناتها خلاصه القول في الاخر بكل عرسنا ومبروك وهذاك هو المفيد. نعود بعد هذا الفاصل.